one shot, one opportunity. He sees everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop palms. الخلية هذه هي مختصة في استقطاب ومتابعة المواهب التونسية الشابة اللي ينشطوا في أوروبا. أنا توا عندي قريب عام اللي بديت نخدم في الخدمة هذه. والحمد لله معناها توتولون دو سيت بيريود برشا لاعبين جدد التحقوا بمختلف الاصناف الوطنيه، معناها كوسوسوا الاصاغر ولا الاوسط ولا حتى الاكابر، وهذا كله معناها عمل قاعدين نقوموا به بعاز مع الاداره الفنيه ومختلف الممرنين الوطنيين. I was really thankful that the federation always believed in me, always in the tough times I had in the last few months without club and everything. But they gave me the confidence, and that's why I said to my new club I want to go there, and then we find a solution with the president. I always heard that the national team is very, very, very big honor, you know? And always my dad's told me it should be an honor to represent your country, and I decided to come and take that chance. And ever since I came, the staff, the people, and the training has been excellent, you know, top class. And it's made me feel very welcome and comfortable here. الصعوبات اللي نتعرض لها يعني الحق نتاع ربي، افيك لي كونديسيون اللي موجودين توا في الجامعة نقصوا بطريقة كبيرة، خاطر البروجي نتاعنا عنده كريديبيليتي واللاعبين معناها ولاو يعرفوا المنتخب، يعرفوا الظروف اللي باش يلقاوها. الكونتاكت اللوناني مع المنتخب يكون كونتاكت بوزيتيف، والكره معناها سي دو بوش اوري. اليوم اللاعبين اللي يجيو يحكيوا لاصحابهم، وهما بيدهم يوليوا يبيعوا معناها للعمل اللي قاعدين نقوموا فيه. العمل نتاعنا يبدا، خليني نقول، كيف يجي اللاعب، خاطر معناها لو ترافاي لي اكسي سور لاسبي هيومان. اليوم معناها نحنا فما ثقة لازم تتبنى مع اللاعبين هذوما، ولازم هما يحسوا اللي الشيء اللي حكيناه لهم مطابق للواقع، وهذاك علاش معناها الحمد لله توا إلى حد الآن موافقين في الشيء اللي نعمل فيه. I play now since 2 years for the first team. And for me, first team, and this is the same because it's Africa Cup. We have a good opportunity. We have a good team. We can win it. Yes, and I hope we win the next game and qualify for the next round. اليوم هما أمام فرصة كبيرة، فرصة كبيرة باش يوريو إمكانياتهم للعالم، خليني نقول أترافير ليكيب ناسيونال تونيزيان. اليوم يعني قليل برشا باش تشوف منتخب في المكانة نتاع تونس قادر انه يعطي الفرصة للاعبين مازالوا في الانطلاقة نتاع كاريرهم. Bon, en fait, déjà, quand j'ai participé aux qualifications, on m'a dit que c'est la première fois qu'on s'était qualifié pour la CAN 20. Donc, déjà, c'était historique. Et bah, on a fait beaucoup d'efforts pour réussir à se qualifier. On s'est qualifié dans les dernières minutes, dans le dernier match. Donc, c'était incroyable. Et le fait qu'on soit qualifié et que je savais que c'était pas une date FIFA, j'ai essayé de faire le maximum avec mon club, d'échanger avec eux pour participer et pour essayer d'aller le plus loin possible, Inch'Allah, et faire le maximum de nous-mêmes. أنا اخترت تونس خاطر قلبي تونسي، وقيتش ما فرحتش في سياد كنت ماكيب ناسيونال غادي، نقيت جو في تونس. وقت جات لا بروميير كونفوكاسيون فرحان على الاخر، برشا ايموسيون جات،
والله خويا بكيت والله وطلبت الفاميليا وخواتي وصحابي معناتها حاجة سي مون غيف معناتها مني أنا صغير وديما معناتها نخدم عليها وكل شيء معناتها ديما في مخي نقول إن شاء الله يا ربي ليكيب ناسيونال تطلبني وإن شاء الله فما نهار يجي نولي لو غران بيتور لاتاكون نيميرو 1 والحمد لله معناتها اليوم راني مع المنتخب التونسي و سي فينو جي ما بروميير كونفوكاسيون سي افيك لي ا والحمد لله سا سيتي سا سيتي لا سوري سور الغاتو الحمد لله والله حاجه معناتها عالميه. فرانشمون كي عرفت عيطوا لي ليكيب ناسيونال فرحان برشا انا وفاميلتي طلبت بابا فرحان برشا خاطر يحب برشا الفوت نتاع تونس و كي نجي لنا برشا ناخذ ماتوريتي وبرشا اكسبيريونس نروح في فرنسا في الكلوب نتاعي افيك بوكو دو ماتوريتي ان شاء الله تعيط لي ليكيب ناسيونال توجور و جو تري فيير دو مي كولور و دو مي اوريجين.